وصلنا هسه المجدي مواقف. هلا ونايا حاليا قاعد احاول اصعد للقمه، بعدنا بالطريق الى راوندوز ان شاء الله. جمال مال البياض الثلج فتشي كلش حلو كلش حلو. قرنا يقول لهم صباح الخير، قول لهم صباح الخير. شوفكم بخير. خير من شركة كنا العراق. ان شاء الله هالمرة الفلوج مختلف بدون بايسكل، تعودتوا عليه بالبايسكلات، بس هالمرة بدون بايسكل. هالمرة ان شاء الله الفلوج راح اروح رحلة الى مدينة اربيل، محافظة اربيل وتوك. ان شاء الله يعجبكم الفلوج تستمتعون فيه. يا الله صبحكم الله بالخير والعافية كل متابعيني الطيبين الحبابين الغوالي. حاليا وصلنا مطعم برج الحياة، برج الحياة بالضبط. بعدنا بالطريق ان شاء الله الساعة هسه الساعة تقريبا 7:15. ان شاء الله بعدنا بالطريق مكملين الرحلة وياكم، انتظروني وشوفوا الفلوج للاخير. ان شاء الله يعجبكم، مغامرات حلوة راح تصير قوية. شوفكم خير. الف الحمد لله والشكر. وصلنا للفندق، هسه احنا بنص اربيل تقريبا. هوتيل جراند هذا اسم الفندق. الحمد لله الاجراءات كانت كلش شويه متعبه بالنقطه مال تفتيش مال اربيل، يعني طلع اكو تشابه اسماء كلش ويا اسمي، واجراءات شويه كانت قويه، بس الحمد لله والشكر كملت بخير وسلامه وعبرنا الحمد لله. تابعوا الفلوج للاخير، شوفكم بخير. هلا، كملنا فترة الاستراحة، هسه حاليا الساعة 7:15، راح اصير ان شاء الله بالاربعة ونص نتوكل المجدي مول ونفتر مدينة حلبة التزلج وهاي السوالف ان شاء الله، ونكمل جولتنا بخير وسلامة. من امام فندق جراند هوتيل، اجواء كلش حلوه، اجواء كلش جميله تخبل، والمكان كلش حلو، اجواء حلوه. ان شاء الله صراحة نتوكل المول مجدي مول، ومن هناك حلبة التزلج وهاي الاشياء. ان شاء الله راح تكون جوله كلش حلوه. انتظروا الفلوج شوفوا للاخير، في شغلات كلش حلوه راح تصير ان شاء الله خلال 4 ايام بس. شوفكم بخير. ها وما باردة نايا. وصلنا هسه المجدي مول، مسوي منظر كلش حلو، طبعا الاضوية مالته والترتيب كلش 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 حلو. عاشت ايدكم خوش ترتيب، مكان يخبل كلش حلو ما شاء الله. هلا نايا. هالمرة بدل ما اسوق بايسكل راح اسوق العربانة ويا بنتي ونايا وزوجتي. صباح الخير، اليوم هو اليوم الثاني بسفرتنا الاربيل. ان شاء الله راح نروح الزاخو، راح نروح البيخال، واكو رحله يمكن هم نروح لها او لا على الحدود الايرانيه على الجبال على الثلوج. وبعد نشوف ان شاء الله. هسه قاعد ينتظر السياره راح تجي ونتوكل خير وسلامه. شكرا خير.
سابقا كانت قبل قبيلتين بعد النوم، قبيله قبل الجبل والقبيله الثانيه ما بعد الجبل، فكانوا يتبرعون جل السامع قبل 10 حيوانات عند غالي، فكان الطريق كله صعب. فسووا شق بين الجبلين، شق بالجبل. والمنطقه سابقا كان يسعونها لاوه، فصارت شق لاوه. عرفتوا؟ وما حد جاي كان جاي كذي جاي يسمعون؟ فسمي الشيخ لاوة من ورا هذا الموضوع. بس اشوف المسافرين كل واحد يعطيني كارته بالخمسه لي يمه اكيد ما حلوها هاي نعوفها.
اكيد اكيد. اقول لك السياره مع شبابنا وين؟ قدامنا راحت. خاف تقول وحده مقلوبه يعني هم. لا ما عندهم بريك الله يسلمهم. ما شنو يعرفوك قلبي يا زين. ما شنو يعرفوك قلبي يا زين. ما شنو يعرفوك قلبي يا زين. امشي امشي امشي. السلام عليكم شباب وبنات، وصلت هسه اني على قمة جبل حاج عمران. ما شاء الله الثلج كلش حلو، باردة كلش باردة. هذه بنوتي نايا. نايا حلو؟ هو كلش بارد بس منظر يخف كلش حلو. منظر كلش حلو بس ان شاء الله. هلا، حاليا قاعد احاول اصعد للقمه مال جبل الحاج عمران. الله وقعد بس القاع كلش زحلق. يا يابي ما ادري بوتيني زحلق، يعني يجوز البوتين هذا مو مال يعني تسلق، لذلك قاعد ازحلق وما قاعد بوع الغمج مال الثلج كلش هواي. بس ما يخالف احنا واصلين واصلين لازم نوصل المكان مثلا بعيد مثل ما يقولوا. الحمد لله. الحمد لله صعدت بخير. حاليا متوجهين الى ماوندوز، منطقه ماوندوز. فلوس كلش قويه بس سايقنا وائل ما يوقف بوجه شيء. ما طلع وين ما نريد يروح حبيبي. ذهب بعدنا بالطريق الى راوندوز ان شاء الله. متوجهين الى راوندوز على قولة يسمونه مندوب. الاجواء كلش تخبل. اي الاشواق. السلام عليكم. وصلنا هسه المنتجع راوندوز مثل ما قاعد تشوفون. قاعد تمطر ثلج مثل ما يقولوا. ثلوج كلش قوية. بس ما يخالف، مغامر عبد الله العراقي لازم يغامر ونوصل لابعد مكان نشوف وين راح نقدر نوصل ونشوف لعبه الشق البانه اذا مفتوحه او لا. اذا مفتوحه نروح نركبها لان هي مره واحده لازم نجرب كل شيء. هلا وهاي جوي هنا. يلا هنا زين. اوكي اجينا هسه وصلت الشنق البانه. ثلوج راح اشوف يعني. اوكي مفتوحه لا. شو الدنيا ثلج يعني عادي تمشي العربات
بيجي يجاوب الثلوج لو لا نشوف شنو. شوف الله كريم شخص. يلا تابعوا ولا ما ادري اذا مبين عندكم او لا، صعدت بالشنقلبانة اللي هو مجمع راوندوز كلش حلوة. هسا العربة انه بوضع انه قاعد تسحبها الحبل، هي قاعد تمشي لوحدها وان شاء الله نشوف ان نوصل بخير وسلامة. مكان كلش حلو بس صراحة يعني ظلمة هسا ما قاعد يبين شيء. ان شاء الله جت معك شعور حلو، المكان حلو، الاجواء مثلجة بس ما يخالف، لازم نغامر، لازم نوصل لأبعد مكان يكون. طبعا كلش بارتو ثلوج، لابس القمصلة وكلش سادها. يا الله هاي هسه صارت تضاع حلوة. حبيت اشوفكم مرت اللقطة ولو طورت عليكم المقطع، بس يعني فتشي ما ينوصف، يعني جمال مال البياض الثلج فتشي كلش حلو كلش حلو. يعني اتمناكم ان شاء الله تجون لهنا وتجربون هذا المكان، لان فتشي روعه روعه كلش روعه وجنة. والله شلون حلو. هلو مساء الخير. بعد ما كملنا منتجع راوندوز هسه حاليا متوجهين راح نرجع للفندق. هسه احنا بمنطقة اسمها منطقة خليفان، خليفان بين قوسين السائق مالتنا قاعد يدير كاس. بس نكمل ونطلع نتوكل خير وسلامة للفندق. صباح الخير، قولي لهم صباح الخير. هلا وشلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم هو اليوم الثالث ان شاء الله راح نتوجه لدهوك، نروح العقره هسه بس راح يجيبون السياره ونتوكل ان شاء الله بخير وسلامه. نشوفكم بخير. بالطريق لدهوك بعد انه تقريبا 100 كيلو الطريق، شارع كلش حلوة، خضار وطبيعة كلش حلوة. مرحبا. راح نوصل العقرة تقريبا، ما بقى شيء. سوينا تحويلة، صعدنا بمنشأة ثانية لأن منشأتنا ما جاين بها هو قسم، بقى هو بالفندق، فبقينا بس اشكم معانا. حولنا على منشأة ثانية العفو، على مود العدد والونسة يصير أحلى، شباب عوائل صر ونسى احلى. وان شاء الله صراحه نتوكل، ما بقى شيء، بعد 5 دقائق ونتوكل. شوفكم بخير. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحه؟ ان شاء الله تكونون بخير. وقفنا استراحه، او هي مو استراحه غدا تعتبر. راح نتغدى، هذا المطعم اسمه وودلاند، نتغدى نكمل ونتوجه لين ورانا الرحله. قالوا طويله، بعد الطريق طويل. ان شاء الله اوافيكم باخر الاحداث، ابقوا وياي على مود تشوفون ايش راح يصير وراح يصير بنهايه الفلوج. السلام عليكم فانساتي، مثل ما وصلنا حاليا الى عقره شلال سيبا. ان شاء الله حاليا هسه احنا بالطريق قاعد نتمشى، لان المنشأة بعد ما تفوت هنا. نايا راح نروح. بالك سيارة مينه؟
لا وصلنا هسه الشلال سيبه. فتنا هسه هاي بداخل المنتجع مال شلال سيبه. هلا هو ذي قاعدة طوال. هلو. انفصلنا هسه من الجروب بس يعني مؤقتا، نريد نصعد لفوق نشوف وين راح نوصل. نايا قاعد تتسلق. الله اكبر. هاي اذن هسه هذا البيت. تعرفون ليش بهاي الظروف؟ هذا لان جبلي على مود اذا تصير مياه امطار او فتشي تفوت من هاي الثقوب لهنا وتطلع. هلا. صعدنا هسه على القمه، لقينا منظر كلش كلش حلو. زوجتي سوتي على قولتها، تقول زوجتي تقول انا لقيت المنظر هذا. مكان كلش حلو، خضار، مرتفعات كلش حلوه، من هنا المدينه كلها مبينه مثل ما قاعد تشوفون، ومكانه خالي اللي ما يطلع بهيك سفره حلوه، بهيك مصايف حلوه، هيك اماكن حلوه. ان شاء الله تزوروها وتجون تشوفون الجمال مال الطبيعه والاماكن كلش حلوه. اشوفكم بخير. مرحبا مره ثانيه وثالثه او رابعه او ما ادري ايش قد صارت زارنا هواي. ووصلنا حاليا الى شلال اسمه قلبي زانطة في منطقه مدينه عقره، يعني مكان كلش حلو، منظر كلش حلو، كلها جبال مثل ما تشوفون، مثل الوادي صاير في مدينه العاب في ماي. هاي الاشياء قدامكم، مسوين حفله حاليا، مكان كلش حلو. حاليا الساعة بالثلاثة الصبح، راح نتوكل ان شاء الله هسه راح نصعد الغراض ونكمل ونتوكل باذن الله ورسوله. اشوفكم بخير ببغداد ان شاء الله. مع السلامة. شلونكم شباب؟ هذا ويانا كابتن وايل، هو راح يفهمكم هسه وين وصلنا وش قد بعد لنا طريق وش قد نوصل ان شاء الله. تفضل كابتن وايل حبيبي. منطقة هبهب. بهبهب. حلو. ان شاء الله يعني نص ساعة راح ندخل بغداد. ان شاء الله ان شاء الله. تقريبا 45 كيلو. حلو. زين ما بقى شيء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصل بخير وسلامة. هوني الحمد لله وصلنا بخير وسلامة لمقر الشركة. الحمد لله الحمد لله على السلامة. هذا مقر الشركة هنا. الحمد لله وصلنا بخير وسلامة. نهاية الفلوق لهنا، اشوفكم بخير.